يعني مساء الخير شريف، ومساء الخير على جميع مشاهدينا. يعني المشهد عندي حتى هذه اللحظة، العملية الانتخابية تسير بشكل هادئ ومنظم. يعني الأعداد ليست يعني بالكبيرة، ولكن هنالك بعض الأعداد بدأت في الزيادة يعني منذ قرابة النصف ساعة، ولكن حتى هذه اللحظة ما زلنا في انتظار المزيد من المواطنين. يعني بالأمس كما ذكرت شريف انتهت أو أغلقت اللجان هنا أبوابها بتقريبا نسبة في محافظة البحر الأحمر جميعا حوالي نسبة 12%، ولكن اليوم نحن متوقعون أن تزيد الأعداد عن أمس. يعني معروف عن مدينة الغردقة أيضا كما ذكرت لك سابقا شريف أن هذه المدينة هي مصيف، لذلك المواطنين يبدأون في النزول بعد ساعات الذروة، لذلك ربما تكون هذه من الأسباب الرئيسية في ضعف الإقبال نوعا ما حتى هذه اللحظة. لكن هذا المشهد مختلف تماما أيضا اليوم في مدينة حلايب وشلاتين التابعة للبحر الأحمر. يعني هنالك نسبة تصويت تعتبر من متوسط إلى عالي في هذه المدينة، المواطنون هناك يحرصون جيدا على الإدلاء بأصواتهم في يعني حلايب وشلاتين، حتى أنها بالأمس أيضا أخذت النسبة الأكبر في يعني الناتج بالنسبة لأعداد الأصوات. يعني حتى هذه اللحظة أيضا توجد تأمينات متواجدة في جميع اللجان الموجودة في محافظة البحر الأحمر وبالأخص هنا في مدينة الغردقة. أيضا هنالك قيادات من القوات المسلحة تقوم بعمل جولات ميدانية على اللجان هنا للتأكد من سير العملية الانتخابية بشكل سليم ومنظم، والتأكد من أيضا تأمين العملية الانتخابية من الناحية الأمنية، ويعني النظر في الشوارع وأيضا أيضا في محيط اللجان للتأكد من عدم وجود أي مشكلة في سير العملية الانتخابية. لكن حتى هذه اللحظة تسير العملية الانتخابية بشكل منظم، ونحن في انتظار المزيد من الناخبين إن شاء الله بعد ساعات الذروة. من المتوقع أن تزيد الأعداد. وعودة إليك شريف في الاستوديو. ماشي عمرو، شكرا عمرو عبد الحميد، البحر الأحمر.